الأمرار. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساوش ابونوا معنا في لاشين وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد من قناتكم جياوية بريس. عليكم. انا كنشكر الجمعيه ريتاج الخير اللي ساعدوا ولدي باش يمشي يشوف الطبيب باش يدير العمليه ان شاء الله على عيني. كنشكر كل واحد ساعدني بيد الجمعيه ريتاج الخير، الله يجازيهم بخير. هو اليوم ان شاء الله غادي يمشي لفرنسا. كنشكر كل واحد فرحني وفرح ولدي، الله يجازيه بخير. شكرا لكم كاملين اللي عرفتوه واللي ما عرفتوش، الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. اول حاجه كنشكر الجهوية بريس لان كانت معنا من اول نداء، من اول نداء دارته الام ديال يحيى باش تستعطف القلوب على ود الفيزا ديال ولدها وعلى ود المساهمه ديال العلاج ديالو. والحمد لله جات نتيجه، جات نتيجه من عند عدد ديال الاخوات اللي هما ساهموا معاه ماديا، وجات نتيجه ديال اخت فرنسا، الاخت جميله اللي غادي تستقبلو تما، وجات نتيجه الحمد لله ديال الناس اللي وقفوا معنا حتى في الفيزا ديالو. يعني الحمد لله جات نتيجه من عند اخوان واخوات وقفوا مع يحيى باش اليوم يحيى غادي لفرنسا. اذا انا من خلال الجهويه بريس كنشكر كل واحد كيمد يديه لهاد الحالات، ماشي غير ديال يحيى، اي حاله اللي محتاجه ليد العون. كنتمنى انكم كلكم تكونوا يد واحده وكلنا نعطيو يد المساعده اللي قد على القليل ولا الكثير يمد يد المساعده ليحيى والامثال يحيى والناس اللي هما في امس الحاجه. وشكرا للجهويه دائما معنا، الله يطول عمركم.